راجع برقد عندك. هبرقد عندك انا اليوم. عندي لك سؤال. قوم شو قاعده. الله يخليك، جزاك الله يدك بها. حبيبي قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله ما حد ينام عندي ان شاء الله، ولا حد يرقد. خلك انا برقد بالمطبخ. ابرك ابرك بس. ايش تسوي؟ هالسعه لا بارك الله بالضي. رجعي ما بتمشاري، هو اللي جايبها لي الله يطول عمره. دواجي ببو صلح لي، صلح لي قهوه. ها انا عندي كنابات يطول عمرك. ليه قهوه ذيك فيها شيء؟ ها حقت كاش اتوقع. اي بس يود بارد. بجيبها بجيبها. لا لا انا بروح اجيبها. خلك خلك يا اللي ما هذا من راي محل. يا لمس يا لمس. لا تعطيك اياه ترى بيخرب طبعه. خله ازينك زينه يا ابو فهد. الله يرحم والديك. اي والله ابشر بي طال عمرك. يا هنا يا تكي معك نرقد معك فهد. امزح امزح خليك شنطه. يا هنا يا ابو فهد بلا اجرى الكثير نشهد هنيالك. يا هنا سنك حصان يا ابو فهد. فهد بلا اجرى الكثير انت مطلق وحصان من الله. الله ايه اي الله الله. تكفى يا ابو فهد حي والله ذا العين. جيب جيب مشاري الصحات اللي عندك تدد. اي اسهل جيب لنا اربع بس اربع اربع حقه بريك بريدز بسه يا بسه يا بسه. مشتاق للبسه يا ابو فهد. الولد البساسه ما ما كان ما يجني يا ولد. قبل 24 ساعه مرتني بسه تسولف معي شيء سولف معها. انا بسه. خلاص انت بساسه من مشتاق للبسه يا ابو فهد. انا بسه لعيونك طال عمرك. جحني والله ما بتيك. انا البسه اذا غيري تلون وانا الموجود وعاجبني وجودي. تعال اجلس تعال بس. فهمت اللي فهمته؟ الحمد لله. حياك الله شلونك؟ ايه يا سيف بن فهد يا ناس لا 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 ناس لا لا طال ليب راعى العلوم الوافية والجزيلة. نجي من عقبكم يا سيف بن فهد ناس لا لا طالب رعى العلوم الوافية والجزيلة. الله يوم اعتكف بالهنقر يا أبغى لجاويد في جنة الفردوس كل خليله. الله الله. طيب يا طيب. السنين متحمل. متحمل أذيت. مرة من نكمة. شفت. والله طلع حلو. استيله جايب في الطريق فراشه حتى اغراضه هنا. شوف بكره اذا ما اكتمل الوقفه حي والله ذا العين حي راسك. والله يا ابو فهد اتوقع بكره ما في فقره مقادير. المطبخ محترق. الهنجر محترق. والله اقرب مال بكره شو الاربعاء. لا انا خايف اليوم بيشغلوني ذولا مقادير ومدجنة وليبن. روح ارقد بالمسجد يا ولد عادي. انت بالمسجد بتروح تصلي ارقد بالمسجد كذا. جو راح المسجد ارقد شغله هوايات وارقد. والله العظيم من هشوه الهنقر هنا موت. اي شغله هوايات وارقد بالمسجد. زين ما قلت ابو عبد الله انا ولا ما قلت وش؟ عادي العيال يرقدون بالمسجد دايم. وانت الكلام انك بين المسجد وبين الهنقر. الله الله الله. معلوم يا عيال شلون الحياه اللي برا؟ والله اني كنت داري اني بسال ذا السؤال. انا ما طلعت والله وايد. ايش فيك؟ مو برا برا ترى ديلما وديلما وبرايم ترى امورهم زينه. ابوك اي بالله. انا بعد انا ما طلعت برا داخل القريه. شلون برا داخل القريه؟ اول من اول يعني البث ما جيت الا قريب. ابو فهد اي ولا 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 حبيبي عشان لا تحرقنا يعني. وده وده يحرق الشباب.
حد ما رصته حريقه ترى يعني. اه شوف البسه تركض فوق الليله. وين؟ تركض تركض. ها تسمع صوتها؟ مياو والله. يا بسه. ها يا بسه. والله شوف شوف. انا والله قاعد تمشي. اي والله. شوف شوف. يا بسه. ايه هنا هذا خويا. تعال تعال تعال. انا وقفت هناك. شفت شفت اي شفت جاي رجع 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 كم واحده كم يا بسا سمعت صوتي وين بسا شوف ها انا وقفت هناك فوق اللمبه ذيك شوف هذيك البيضاء انقزت لا مو هذه هذه ثانيه اثنين ثنتين احس انها مستانسه جوها عليل ذي تقدر تطلع وتروح تدوج ما هذه كفو الله يحصل ها وصلها الابراج فواد بس 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 والله بسه شو 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 ناظر ناظر فيها من هنا كلمها كلمها يا بسه هذه 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 نفسها هذه نفسها تعالي تعالي اجلس 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 كلمها تعالي تعال يا بسه تعال تعالي تعالي والله ما اقول لك شيء تعال يا بسه يا بسه يا حلوه تعالي يا بسه ايش نظراتها شوف في بسه انك تركض فوق الهنجر بس هذه هذه جوها هذه هذه جوها علي لا بس يا بسه لا والله العيال فوق تركض مني فوق ذا يا بسه يا بس 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 عاشق لا بسه يدلعها بس بس مياو شنو هي اغنيه بس بس عاشق لا بسه هو بس بوس عاشق بسه بس بوس اي عاشق بسه يدلعها بس بس اي بس بوسه بس بوس عاشق بسه لا لو اغنيها يطلعوني برا القريه شوف شوف والله شوفها يا بسه انا جالسه شوف شلون جالسه يا كتوه تعالي بسا يا كتوة بسا يا تعالي 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 أمبي مينونة تعالي أمبي مينونة تعالي بسا شوف والله متكي فوق عبد الله عبد الله فريد نظراته غريبة علي يا عيال يا هوه نظراتك تراها غريبة احس من نظرتك في داخلك شيء احس من نظرتك في خاطرك شيء اغنية اللي قلت لك عنها اصابك عشق تذكر اللي يقولك عنها ابيها ابيها اصابك عشق تذكر اللي يقولك ابيها ابيها وذكر ودور ترى هذه اصابك عشق تدري اني انت اصابك عشق اصبتني من قلتها اصبتني ليه ما تقولها من مبطي جاوبني لو مره عطر يلا نسيت يعني دائما اقولها ما تدري قبل البرنامج يلا تسلم فيها كلمات ايه عشان كذا اشطح اطمر اطمر اصابك عشق امر ميت باسهمي فما هذه الا سجيه مغرمي الله لا فاسقني كاسات وغنني بذكر سليمة والكمان ونغمي أيداعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لا 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 أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم وأحسد لا 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 والله انت ثقيل على كلمة اول ما نطلع اخذ جوالي ارسلها لك وسجلها كاملة يا ربع بقاع بكل شيء حبودي انا اشتهي حبودي ها كلمة شوف اللي بتغني جاني جاني بال الحنوب تحمل تحمل اللي جس على البث من قال لك لان على البث من قال لك من قال لك غنى قدامي اذا كان شربي لا لا برسل لك مقطع اذا طلعنا يا سلام مصوره كامل مقطع فيديو بقاع وشغل يا سلام على كيف كيف امشي بالكرد اقول لك من غنيت عبد الله
شفت من غنيتها هذيك الايام ورب البيت انها راس خبالي بس انت غنيتها هذيك الايام ضبطتها صح بس تلبث ايش اغنيه هلا ابو صالح هلا شلونك الله يحييك شلونك ابشرك طيب الله يبارك طيب دامك طيب يا هلا يا ابو صالح كيف تري اي والله قلب والله مش محتاج لك حيل والله يقطع الحاجه عدت لي وجيت ادور هلا في بيض هناك رح زي لك بيض اوه بيض صدق والله جوع يا عزتي لك حزان اوه جوع شلون شو نسوي لك شلون ابي ابي طبيب عقد الحين بضبطك شاهي بس خليني اخلص الشاهي موتنا موتنا احترقنا اشتركي خلاص الشاهي اسمعتك ولد 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 يا هي الله العقل يا الله طيب 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 ابو فهد على قلبي على قلبي انت يا هي يا هي يمين يسار يمين يسار فوق فوق تحت 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 اسبح 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 ايه عشا خاله يا ام علي يا ام علي والو عليك سلمك يا انا هجت 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 ام مطي يا رجال خرج قاعد عزيز حكيم اسلام ابو صالح يود انا جاني بالي في النوم يا رجال انا ايش اسوي قال لك عطني الضوء الاخضر والله ما ترقد انا اقوم قمت رجال راسي مروحه لا تستسلم البلا وشو وشو اسهل البلا سوي حجامه من البرد البرد يجيب النوم ولكن اخر مره سويت حجامه متى ما قد سويت في حياتي اجي والله ما تسوي يقولونها زين تخليك يا رجل محمد مبارك سواها زاد بلا لا هو لا لا الراس الراس والله العظيم تراها زينه محمد ما سوى في الراس والله اني اعرف ناس سوت بالراس وانا نفعت برا بدم زين اخر مره تبرعت بدم متى قبل 6 سنين او 7 غلط يا ولد تدري ما عمري تبرعت بدم غلط انت بس شوفوا دمكم كم هو له 16 الطبيعي من 16 ل 19 اتوقع اتوقع ما ادري ما متاكد اوكي ما عمري فحصت انا واحد من عيال 23 دمه 23 واجد ونومه نومه بغيت نومه بطيء هلا يوفر الفلقات للامور نومه بطيء نومه بطيء بغيت اقول بغيت اقول نومه بطيء لكن نومه واجد مو نومه واجد هو ولا نومه خفيف خفيف انت تنام كثير ولا شوي نومه ثقيل ثقيل نومه ثقيل ما ادري يا نومه ثقيل نومه ثقيل ارقد ما قر وراسه يوجع واجد ومو غير ماسك راسه ولا لا خله يصفخ ذا خله هذا في فتك وش اسمه اسوي اني اياه ذا والله العظيم يا الربع الابره هالكبر يا الربع طاري حطون هالفتك قام تقول ابو في واحد انا اعرفه تجيه صرعه الفتك اللي بالظهر لا بالراس لا لا بالراس ويروح يطلع عمر يوم واحد عانى من الصرع صرع صرع يجي صرع اعطوه سواره ذي تكف الشحنات وما ادري ايش اوكي في خبز وتعانى بحياته لا كل دسة من صرع لا من ذا انصرع ينصرع هنايم نروح يجيبونه جبناه هنا للرياض عند واحد يعالج هو يجي يجيب البلية يحطها على راسه عصا هو يكربها عصا يفرها كذا حبل على راسه يكرب يطق راسه يكرب 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 لين كرب حد اخذ يده مدري رجله انت بكرامه ها معه تقل سكين مدري موس هو يشرط له عرق وين فيه؟ يقوم يا بالرجل يا باليد ايوه الظاهر انه باليد يقوم الدم يثعب يطشر قلت سيده اعوذ يقوم يعنطر هذا علاج يا ولد يوم اخذ قال الحين انت عندك تنسيم بالراس سدينا فتحتين باقي ثلاث انا حسبي طيب في خمس ونروح يجي بعد هذا ويسكر الثلاث كلها حسب الدعوه مزح الدم اللي طلع منه يا رجال ما هو مسالفه بيعقم ذا الحين بس دم احمر ولا اسود الحين في بعض الدم ترى يطلع تقريبا أسود. له 7 سنين ما جتها الصرعه وراحت الدوخه اللي فيه والصرعه والامور كلها ما شاء الله يا رب ترى يطلع دم بعض المرات من حجامه اسمعني متختل يصير لونه اسود فانتم شوفوا وش اللي يطلع الدم ذا يعني وش طلع الدم احمر ولا اسود ولا روح اخضر زين الله يطول عمره هذا حلو حلو عنده وطنيه ما شاء الله الله يبيض وجهه لا عنده علوم وتفسير جغرافيا ما عند وطنيه مره ما تروح انت عند العيال انا بعتك معك ابي يقط يقط تلقط روح لقط يقط الله يقط حياتك يا ولد انا كثرت من الحلقه خلاص
حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني. والله لو في خبز لاني اضبط لكم فطور وشغل عدل. سجد بالموجود ها؟ زين شاهي كل بخ. سام. سام سام سام. سام يا ابو صالح. ليه تقطوا يا اخي والله العظيم بحياتك انا ضراوة في الموضوع. هذا ودك كل واحد قطو. والله انت لبسه لبسه. الشوارع هايت. يذوج ويطلع. انت كم سيف اكبر همك اكبر همك تونه. ايش تقول؟ الساعة 5:56 يا أخي من يوم مددوا البث إلى الساعة 6 كل ما سألت عن الساعة 5:56 هذه ثالث مرة. أوكي إيش قصدك؟ دور مشاكل أنت على الجهادي؟ معك أنت؟ لا مع من؟ مع غيرك من أعرف غيري. مع منه أعرف مع منه أنا أعرف مع منه شو ابتسامة أنت؟ ابتسامة شغل الواطي هسون علي مركب لا 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 هسون علي مركب سامة واطي نور خفيف ما معك اي والله تركت والله انك تفهم ترى بعض الناس ركب سنون حطها زنن اخر حد والله جاك زنن كرسي عالي ويلك يجرك بس انت والله انها حلوه الله يحلي حلالك من هذا دبي ايش فيك بالله كم ركبتها علي ما بيعلق سر ايه سر كبير اي خاف برك شوف النفخ شوف كانت فخت